مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين وياكم في تغطيتنا لأول يوم لدور الثمانية من بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود المدير 12. معي الآن في هذه اللحظات واستضيف في هذه الأثناء الحكم القدير بندر الرويلي أحد حكام المنطقة الشمالية وبالتحديد نادي طريف. في البداية رحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكتروني على اليوتيوب. الله يسلمك، أنا رحب فيكم ورحب المشرفين والقائمين هذه البطولة الجميلة، بطولة المدي، ونتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق، واشكركم انتم بعد بالذات. ايضا حدثنا عن انطباعاتك وكيف شاهدت هذه البطوله والتنظيم ومستوى الفرق. والله ما شاء الله التنظيم على اكمل رؤيه، وما شاء الله وحتى التنظيم بالتحكيم والحكام وشكلهم واداء، وكان اداهم راقي خاصه في الشوط الاول، والمشرفين والقائم على البطوله ما شاء الله التنظيم عالي على المستويات. نتمنى لهم النجاح ان شاء الله. بما انك في السلك التحكيمي، حدثنا قليلا عن مستوى التحكيم في هذه البطوله والحكام المشاركين. والله انا ما كان لي في ذيك الفتره موجود، اليوم كنت متواجد وتابعت المباراه في الشوط الاول، ما شاء الله التحكيم عالي والحكام كانوا على قدر المسؤوليه وقادت المباراه. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح في اداره الشوط الثاني ان شاء الله، خروج المباراه الى بر الامان. نشكر الكابتن بندر الرويلي الحكم القدير على هذا اللقاء، ونتمنى لكم متابعة ممتعة. شكرا ونشكركم، يعطيكم العافية.